فقراتنا لليوم وفقرة جدا مهمة. أكيد يا فرح، فقرة كتير مهمة وبتصير مع كل حدا فينا، هي الخمول. خلينا نتعرف عنه، كثير منا بيشعروا خلال النهار بتعب او حاله من الوهن بتمنعهم من تحقيق وانجاز الكثير من الاعمال، وهالحاله هي بتدرج فينا تحت مسمى الخمول، يلي رح نتعرف على اسبابه واعراضه وكيفيه التعامل معه مع الدكتور جورج المعلم، دكتوراه في الثقافه البدنيه وعلوم الغذاء. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يسعد صباحكم، يعطيكم الف عافيه. مثل ما تفضلتوا بالمقدمة، هي موضوع كتير مهم اليوم، لأنه تقريبا معظمنا بنشعر بهيك حالات. أكيد بنحس أنه نحن عنا جهد دائم، عنا خمول، عنا كسل، ومعظم الأحيان نحن ما بنعرف سبب، أو برأينا بصير نسأل حالنا أنه نحن ليش هيك عم نحس، مع أني أنا مرتاح، مع أني أنا هون. دكتور، خلينا نفرق بين الناحية المرضية وخلينا نقول النواحي الأخرى. أنت بيكون هو الخمول فعلا مرض لازم نحن نتجه لطبيب نعمل تحليلات أو الإرشادات اللازمة؟ أول شيء بس بدي أخبركم شغلة، أنه نحن إذا شعرنا بيوم أو يومين خمول ما بنعتبره هذا مشكلة، لا، ممكن يكون نحن فعلا تعبانين، عنا شوي نقص بالنوم، نقص بغذاء، هذا شغلة مسألة بسيطة وعادية. بس إمتى نحن بنشعر تعتبر حالة مرضية؟ لما تكون مزمنة أو فترات طويلة، ممكن تمتد لأسابيع أو لأشهر، أنا دائما عندي هيدي الحالة، هيدا الانحطاط والوهن بالجسم. فنحن دائما لما يكون عندنا هيدي الحالة الدائمة، فيفضل نحن نعرف شو السبب، لأنه أكيد في سبب. فبتلاقي الشخص على طول ميال إنه يضل نايم، حتى منعزل عن الناس، حتى ما عنده أي نشاط لأي شيء، لعمله لشغله، فحتى فعلا بنحسه انه صار انعزل عن العالم والناس، بحس حاله انه هو عنده مشكله معينه. فبهيك حاله يفضل دائما طبعا عندنا اول شغله نحن بدنا نعرف السبب. دائما في اسباب، ما نتخيل نحن بدون سبب انه نحن انا هيك، او بنتخيل نحن انه بنقول عنه كسلان هذا الشخص. ففي اشخاص دكتور بحياتنا بيكون طبيعتهم بارده، يعني هن ما بيحبوا كثير يتحركوا، يعني بالزول يعني في هيك بالزول يشتغلوا شغلتهم هيك. هدول خلينا نفرق بين هدول الاشخاص والاشخاص اللي صابن الخمول. صحيح. وشغله ثانيه مثلا بيقولوا الاكتئاب بسبب الخمول. تمام. والخمول بسبب الاكتئاب. خلينا نحكي عن هاي العلاقه بيناتهم، معناتها نحن في حاله مرضيه. مشان هيك نحن حرام حتى ما نظلم الناس، لما نشوف شخص عم يعاني من هذه المساله كمان انه نصفه انه كسلان، بصير نحن نعيط عليه او نخانه وبهدل، سواء كان عم يستوقبنا او اهلنا او قرايبين او الى اخره. لا، معناتها في حاله مرضيه مثل ما تفضلتي، يعني مثلا لما يكون شخص عم يعاني من اكتئاب، خصوصا اذا اكتئاب شديد، اكيد بيكون ميال للانعزال والكسل وللتعب والارهاق. فنحن دائما هون بدنا نعرف نحن الاسباب. دائما في اي شيء بالدنيا في سبب، ولما تعرفي السبب بطل العجب يعني. واسباب كثير بسيطه، فنحن رح نبدا نحكي هون عن اسباب الخمول. الاسباب الرئيسيه في كثير اسباب، من اهم الاسباب هي مثلا لما يكون عند شخص ما نعرفان، بس هو بيكون عنده مشاكل قلبيه او مشاكل تنفسيه، عم بيسوي المجرى التنفسي مثلا، على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم، انخفاض ضغط الدم، مشاكل بدقات القلب، يعني بيكون هو ما نعرفان انه هو معه هالمشكله، بس بيكون هيدا احد الاسباب الرئيسيه. او عندنا سبب رئيسي مهم مرضي، هو اللي بيعاني من الالتهابات، خصوصا الالتهابات المزمنه، التهابات لفتره طويله، التهابات الكبد، الكلى، المثانة، او حتى لما نمر بفترات لما نكون نحن عم نعاني من انفلونزا او الجريب الشديد، حتى نقص الفيتامينات مثلا. تماما، برافو. اكيد مثلاً. اكيد نقص نقص برافو برافو، كلامك صحيح 100%. بدي كمان احد الاسباب نقص الفيتامينات. تمام. بشكل خاص مجموعه فيتامينات ب1 ب2 ب6 ب12، لما يكون في نقص، ونقص حاد يعني شديد، نشعر بهذه الحاله. او لما الانيميا او فقر الدم، يعني الاشخاص اللي بتعاني من فقر الدم وهي بكون فعلا هي ما انا عارفانه، ما أنا منتبه حالة، أو ما عندها الدراية الكافية هي أو المحيط اللي حواليها. مثلا مثل ما تفضلتي الحالة النفسية، التوتر والقلق والاضطراب النفسي قديش بيأثر هذا الشيء؟ أكيد بيأثر بشكل كتير كبير. أو في شغلة كتير مهمة كتير عند أشخاص، هو النقص الغذائي، يعني بما معنى أنه أنا ممكن يكون عم باكل بس ما عم بعرف شو عم باكل، يعني ما بهتم بنوع غذائي، أو حتى بيكون غذائي كتير فقير للعناصر الغذائية المهمة، فبيشعر أنا دائما بهذا الوهن. وهي المشكلة طبعا بتتطور، تتراكم، بتزيد، يعني ممكن تكون كتير بسيطة بعدين بتصير هي حالة مرضية مثل أي مرض تاني. تماما، مخاطرة بقى عم بتزيد، ومن الخمول بننتقل لأسس تانية. تماما، بتبلش تؤدي لمشاكل تانية، وممكن نلجأ لأدوية واو. يعني نحن بنكون بشيء نحن ممكن نحن نعالجه بكل بساطة، لا، بنوصل لشيء تاني، مثل أي شيء بنهمله، مثل أي مشكلة بصحة الإنسان نحن بنهمله. ونحن من طبعنا الإهمال على فكرة بشكل عام، نحن بنهمل حالنا إنه أي شيء إنه يلا مو مشكلة، نأجل بسيطة، بنأجل بكرة بعدين، لا، المسألة عم تستفحل.
وممكن توصل لحد ما درجة خطورة. طيب يعني دكتور، شخص نشيط، شخص بحياته اليومية دائما عنده نشاط وكذا وصابه الخمول، شو أول شيء بتنصحه ليتخلص من الخمول؟ تمام، خلينا طبعًا نعرف. أول شيء بنصحه مثل ما حكينا، إذا في حالة مرضية بده يستشير الطبيب مباشرة بدون أي نقاش. الطبيب بحل هيدي المشكلة، انحلت مشكلته مباشرة. يعني هي المسألة متعلقة ببعض البعض. يعني فرضنا عنده ارتفاع ضغط الدم على سبيل المثال، أعطاه دواء نظم له ضغط دمه، خفض له ضغط دمه، رجع لحياته الطبيعية. هلا أما إذا ما عنده الحالة ممكن تكون أسباب تانية، فأنا أول شيء بنصحه قدر الإمكان يخفف الستريس والتوتر بحياته قدر الإمكان. كلنا عنا ضغوط، كلنا عنا مشاكل، كلنا عنا هموم أكيد، بس قدر الإمكان وكيف يخففها؟ أنه يتبع طرق تانية أنا بنصح فيها دائما. على سبيل المثال يطلع من الحالة اللي هو فيها، يجبر حاله أنه يطلع من الحالة اللي هو فيها، يروح على منتزه، يروح ياخذ هواء نظيف، يسمع موسيقى، يلعب رياضه. رياضه من اهم ما بخبركم فوائدها الكثير كبيره على حاله هيك الانسان اللي بيعاني من هذه المشكله. بنصحه بشغله كثير مهمه احيانا، تخيلوا ممكن مساله كثير بسيطه، هي شرب الماء. يعني احنا لما ما بنشرب مي بشكل كافي، دائما بقول انا من 8 أكواب لـ10 أكواب يوميا صيف الفصل الحار يعني. تمام. فممكن هذا يكون سبب. بنصحه يتناول مي. والعصائر الطبيعية وكمان كويس أكيد. نصحه ما يقعد على التي في مثلا وقت كتير طويل أكيد. تمام هذا تمام 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 وكسر. هاي المسائل هي اللي بتعطيني خمول وبتعطيني إجباري لتعطيني تعب لما أنا أقعد فترات طويلة وقاعد متسطح وارتخاء، أكيد بتعطيني نوع من الكسل والتعب والإرهاب. الرياضة قدام مهمة مثل ما أكيد الرياضة. ما بخبرك يعني أنا دائما بعد الرياضة حكم اني انا رياضي نفسية وجسدية يعني الاثنين. يعني ما فيني اخبركم، صدقوني نحن يمكن كلنا حاكين، انا احد الاشخاص حاكي عن فوائد الرياضة يمكن بحلقات كتير كبيرة وساعات كتير طويلة، بس صدقوني الحكي غير الفعل. يعني انا اي شخص بنصحه انه اي مشكلة بيعاني منها، اي مشكلة صحية جسدية او على الصعيد النفسي، يجرب يلعب رياضة، وانا بأكد له انه راح تكون تحل له مشاكله مباشرة خلال اول درسين او 3 دروس. فبنصح بالرياضة بشكل دائم طبعا، بنصحه اتفقنا بشرب الماء، بنصحه انه لما بحس بهي الحالة انه لما بده يتحمم يتحمم بمي باردة. المي الباردة معلش لو اول ثانيتين شوي بتضايقني او بتعذبني، بس ما بخبركم قديش ما بتعطي نشاط للجسد وبنفس الوقت للدورة الدموية والأوعية الدموية. فنحن بحاجة للحالة، بتضايق اول ثانيتين بعدين بيشعر بشعور كثير حلو. بنصحه اذا عنده وزن زايد، ما بنعرف احنا الوزن الزايد اجباري بده يعطيني كسل وخمول وتعب لانه بتبطئ الحركه. نعم. فانا بنصح انه ينزل وزنه طبعا باتباع حميه معينه كمان مو من عنده، قدر الامكان ينزل وزنه ويتخلص من الدهون الزائده اللي بجسمه. الجميع هذا الحكي شو بدنا ننصحه كمان؟ كثير من النصائح كمان، ما يوقف وقفه غلط، والرياضه قديش هي مهمه. اكيد اكيد اكيد. ما يقعد على التي في، وكثير كمان بدنا ننصحه من النصائح ويروح على يبعد عن النكد والاكتئاب، يبعد عن الاشخاص السلبيين. والاشخاص السلبيين يعطي لحاله اشخاص سلبيين، فبتعرفوا ما بخبركم شو بتعطينا طاقه سلبيه. ونحن بشكل عام اجباري بالاحتكاك مع بعضنا البعض بنقول طاقتنا لبعضنا، قلنا ايه او قلنا لا، يعني شئنا ما بينا. فانا بنصح فعلا جميع الاشخاص اللي عم يعانوا من خمول، اول ما بيعانين بتعاني للاشخاص، نرجع للطرق الايجابيه. شوفي اشياء ايجابيه، في اشياء كثير ايجابيه بالحياه. تمام. في مشاكل بالحياه أكيد. في اشياء سلبيه اكيد، بس في بالتالي كمان اشياء ايجابيه. صدقوني هلا الشيء اللي بدنا بس ننوه عليه دكتور، انه دائما لما بيقولوا صحه اي شخص مرتبط بالشيء اللي عم بيفوت على معدته، فكيف اذا كان حتى الخمول مثل ما قلنا يمكن اوقات نقص الفيتامينات ممكن هي تكون سبب من اسباب الخمول، اوقات النظام الصحي غير المتوازن، شو هي الاغذيه برايك دكتور يلي ممكن نحن تمدنا بالطاقات بعدنا شوي عن الخمول؟ كلام حلو. هلا كثير كثير الشغله مهمه مساله الغذاء، والغذاء اساس كل شيء، الغذاء بيصنع المعجزات على فكره. يعني انا اي شخص قولي لي شو بياكل بقول لك شو حياته او كيف. تمام. كيف ممكن يكون ناجح او فاشل من خلال غذائه. طيب خلينا نعرف فرح شو بتاكلي. غذائي متنوع، كمان بيرتبط بالمزاج، اوقات تكون رايقه ممكن اني اكل اكثر من وقت ما اكون رايقه يعني. بس بعتقد بتاخذ بتاكل اشياء حلوه كثير دائما. لا ما بدي اقول حلو ابدا، معناتها حلاوه مني ربانيه. شكرا. بنصحه طبعا اول شيء دائما وابدا يكون نظام غذائي متوازن، ويعتمد بشكل خاص بهيك حالة لما أنا عبعاني من كسل، من تعب، خمول، إرهاق، إجهاد، أي عنوان من هذه العناوين، يعتمد على الخضروات والفواكه بشكل خاص وبكميات كتير كبيرة وموزعة خلال اليوم لسبب بسيط. مثل ما بنعرف نحن هذه الخضروات والفواكه تحتوي على كتير من الفيتامينات والمعادن، ونحن بهالفترة هي بنكون جسمنا أجسادنا بأمس الحاجة لهذه المعادن والفيتامينات. فخضروات والفواكه
بشكل خاص الفواكه بتحتوي على فيتامين سي، وطبعا على رأس اكيد الحمضيات بانواعها. بنصحه يتناول الموز اذا ظروفه بتسمح، لانه الموز بيعطيني كثير من الطاقه الجيده، بيحتوي على كربوهيدرات طبيعيه، سكريات سريعه، بيحتوي على معدن البوتاسيوم اللي احنا بحاجه له بهيك حاله. بنصحه ناخذ الفيتامينات والمعادن على شكل اقراص متممات خارجيه، يعني ما في مانع من ما بتعمل زياده وزن، ما بتعمل زياده وزن. اعتقاد خاطئ دائما في اشخاص بالذات السيدات بتقول انه خذ فيتامين بتقول لك ما بدي زيد وزني، او مره اخذت زاد وزني. فيني اكد لكم الفيتامينات والمعادن ولا في اي نوع فيتامين موجود هو بزيد الوزن او بيفتح الشهيه، ابدا ابدا. كونوا على ثقه من هذه المساله، شهيتنا مفتوحه. فبنصحه انه ياخذ مجموعه من الفيتامينات والمعادن على شكل اقراص، وما في مانع كميات تكون مكثفه بالبدايه لمده شهر او اكثر شوي، بعدين ممكن نخففها، ممكن يستشير الطبيب. بس اما بهيك حاله يعني ممكن ما نوب حاجه حتى استشير الطبيب. ضروري دكتور نبعد عن المنبهات، عن الشاي، عن القهوه. تماما، برافو برافو. انا عم بنسى لانه عم ذكريني. هلا نحن في ناس بهيك حاله بتصير بدها تاخذ منبهات كثير، قهوه، شاي، نسكافيه، عشان انه تنبه بتقول لك نعسان، بتصير بتشرب بدل فنجان بتشرب 5 أو 6 أو 10. فيني اكد انه رح يصير معه نتيجه عكسيه تماما. فما نتخيل كل ما شربنا منبهات اكثر كل ما رح نشعر بهذا الخمول اكثر. ممكن اشرب انا كميه كبيره من الكافيين وحط راسي وبعدها ونام وماني قدران اقوم ابدا، لا بضلني على نسبه طبيعيه عاديه جدا، فنجانين لثلاثه باليوم ما في داعي للاكثر، موزعين. ونأكد انه كل هذه المشروبات نتخيل انه عم تعطيني طاقه، مسمينا احنا مشروبات الطاقه، مشروبات بتعطي نوع من الانرجي، ممكن تعطيني نوع من الانرجي لانه فيها كافيين نسبه عاليه، بس لفتره كثير محدوده، ممكن نص ساعه ساعه بس، بعدين تعطيني نتائج كثير سلبيه وسيئه على صحتي. يعني دكتور ما في احلى من الطاقه، ما في احلى من النشاط، ما في احلى أكيد. من الانجاز بحياتنا. خلينا نبعد كلياتنا عن الخمول، يعني صبر حياتنا تكون مليانه حياه، مليانه انجازات وطموح بعيدا عن الخمول. بندور أكيد. على السبب ومنعالج. أكيد. أكيد. اكيد اكيد عفوا. بالنهايه هو نحن يعني بالنهايه الموضوع بايدنا. أكيد. لما انا اشعر بخمول او حضرتك او حضرتك تشعر بايدك المساله، صدقيني أكيد. بدنا نقوم، بدنا نكسر هذا الحاجز، بدنا نتغلب عليه بكل بدء، وبنقدر اذا اردنا. اكيد كل شخص هو بيقدر يطالع حاله من اي أكيد. حاله بمر فيها، هو الاراده والنجاح والاصرار هو سبب سعاده كل حدا فينا. بنتمنى لك التوفيق دكتور، وبنشوفك بحلقات قادمه. اكيد شكرا لك دكتور. وهلا يا فرح اكيد وصلنا لختام مشوارنا الصباحي. لكل يلي عنده فكره او موضوع حابب يشاركنا فيه، ابقوا على تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. دائما تحيتي الاولى والاخيره لجاننا وابطالنا، ابطال الزمان والمكان، رجال الجيش العربي السوري، الله يحميكم يا رب. ولهون يا فرح بنكون اكيد وصلنا لختام المشوار. أكيد. كانت حلقه كثير ممتعه ورائعه وضيوف مميزين. اكيد بتمنى كمان تكونوا مشاهدينا استفادوا واستمتعوا بفقراتنا اللي حاولنا وعم نحاول دائما ان تكون مميزه تلامس اهتماماتكم وتطلعاتكم. دائما موعدنا يوميا بتوقيت الساعه 9 صباحا، ابقوا على الموعد، ضيوف جداد ومتنوعين. خلي افكاركم وجميع استفساراتكم توصلنا على صفحتنا على الفيسبوك. موعدنا بكره، باي باي.